باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية: أننا لا تحل لنا الصدقة. وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الله سد ربي برسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق بوجوب قيام الرجل على أهل بيته من زوجة وأولاد وخدم وأيتام، يوجههم إلى الخير ويأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معاصي الله، لأنه راع عليهم مسؤول عن رعيته. قال الله جل وعلا يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هو رسول الله يأمر أهله، والأهل يدخل من الزوجة والبنات والأخوات وجميع من في البيت من أقاربه، ويدخل فيهم أيضا تبعا لهم العمال والخدم لأنهم تبع أهل البيت. فالواجب على صاحب البيت أن يقوم على الجميع بما أوجب الله، كأمرهم بالصلاة وتحذيرهم من معاصي الله وتأديب ما يستحق التأديب، كما في الحديث: مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوها العشر. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأمر المؤمنين جميعا أن يقوا أنفسهم وأهليهم عذاب الله، وذلك بالتوجيه والتأديب والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق، كل هذا من أسباب الوقاية. ومن يستحق والأدب يؤدب، تارة بالتوبيخ، تارة بالضرب، تارة بالسجن، يا غير هذا من وجوه التأديب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لحسن لما أخذ تمرة من الصدقة: كخين كخين، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ وهو صغير، حماة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع، وهذا أمره، قال: دعها، لأن الله حرم الزكاة على بني هاشم، قال: لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. فهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم للصبي الصغير حتى ينشأ على العلم الشرعي والأحكام الشرعية. وكان عمر بن أبي سلمة المخزومي رضي الله عنه ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم سلمة، تزوجها النبي بعد أبي سلمة لما مات بسنة رابعة من الهجرة بجرح انتقض عليه يوم أحد، تزوجها النبي بعد ذلك. وكان عندها أولاد من أبي سلمة منهم عمر، وكانت تطيش يده في الصحفة عند الطعام، مر يأكل هنا ومن هنا صغير، يمد له هنا وها هنا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، حتى أتاد الأدب الشرعية. يا غلام، سم الله، يعني قل بسم الله عند آكل، وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا هو الأدب الشرعي في الأكل، يسمي الله أول ثم يأكل بيمينه ثم يأكل ما يليه، لا يروح لجهات الناس اللي معه، يأكل مما يليه، إلا إذا كان هناك أنواع لا بأس يتناول النوع الثاني، لكن في أنواع بعضها وحولها لا بأس يأكل من النوع الآخر. وهذا كله من باب
التأديب الشرعي والتعليم والتوجيه إلى ما فيه الخير للمعلم. الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها زوجها ومسؤول عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالواجب على الرجل أن يحسن الرعاية لأهل بيته، والمرأة كذلك، وهكذا العبد في مال سيده، وهكذا أمير البلد، أمير العشيرة كرئيس العشيرة، كبير البيت يعتني بمن تحت يده. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلمة من جامعة عظيمة من جوامع الكلم. وهكذا المرأة التي تحتها أولاد أو تحتها أيتام هي المسؤولة عنهم، هي راعية عليهم، أو تحتها أخوات صغيرات أو ما أشبه ذلك أو خادمات، هي راعية عليها أن تقوم عليه بما يلزم. وهكذا لو كانت جدة أو كانت أخت كبيرة أو كانت عمة أو خالة تحتها صغار، هي مسؤولة حسب الطاقة، تعلمهم توجههم تأمرهم تنهاهم تؤدبهم، مسؤولة. وفق الله الجميع. هذا رجل ابتلي غفر الله لك بأن أبناءه لا يخرجون إلى بيت الله عز وجل، يصلون في بيوتهم، وتعب معهم في توجيههم ونصحهم حتى وصل إلى ضربهم، فمن الواجب في حقه؟ هذا الواجب التأديب، وإذا عز يرفعهم الهيئة جهاد أو الأمارة، إن كان عنده بلد الإمارة أو الهيئة أقوى منه. وهجرة من الهجرة أحسن الله إليك، ابتلي أحدهم بأن بنته لا تصلي البتة، كذلك يؤدبها حتى تستقيم، مع الأدب تستقيم إن شاء الله، أو مع الأدب تستقيم. أحسن الله إليك، متى تكون التسمية واجبة؟ عند بدء الأكل، عند بدء الأكل بس، يعني في هذا الموضع عند أول أكل وعند الوضوء كذلك، عنده المنزل وش كلها مشروعة، عنده المنزل صلى الله عليه وسلم، عند الاضطجاع في النوم، اللهم اشف ربي والعبد جنبي وبك رفعه. أحيانا قد يلجأ في بعض التحقيقات من قبل الشرطة صلى الله عليه وسلم يعذب بعض من اتهم بالجناية ونحو ذلك صلى الله عليه، هل عملهم هذا جائز؟ تعذب متهم لا بأس به، إذا صار متهم لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عم حيي بن خطبة يعذب حتى يقرب كنز الذي خلفه حيي من الذهب، لما قال أكلت النفقة يا رسول الله، قال لا، المدة قصيرة والمال كثير، وأمر الزبير أن يمسه بعذاب حتى يقر. أحسن الله عليكم. هذه بعض الأسئلة، يقول السائل: سماحة الشيخ حفظه الله وأبقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافرت أنا ووالدتي لأداء العمرة في رمضان، وكان ذلك وقت دخول الصلاة المغرب، فلما ركبنا الطائرة وقال قائد الطائرة: لا يفطر أحد حتى نستوي في الجو، ومضى على هذا على الأذان 10 دقائق، فأفطرت، فلما أقلعت الطائرة رأينا الشمس لم تغرب، فما حكم صيامنا من ذلك اليوم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. كنت أفطرته في المطار قبل غروب الشمس يكفي، ولو طلعت الشمس في الطائرة تم يومكم. أما إذا كان أقلعته في النهار فإنكم تمسكون حتى تغيب عنكم الشمس في الطائرة، أما إذا كان أقلعتم بعد ما غابت الشمس فقد أفطرتم. نعم، جزاكم الله خيرا. والسؤال الثاني، يقول السائل: احتجت إلى قرض من المال فلم أجد من يقرضني، وقال لي شخص بأنه سوف يقرضني بالدولار على أن أسدد بالريال، وحسب الدولار ب5 ريالات تسدد على أقساط، والمعروف أن الدولار هذا ربا، ربا ما يجوز، لا كمل، هذا ربا ما يجوز، ربا ما يصلح. نعم. رجل يذهب مع جماعة التبليغ وأولاده لا يصلون، فيقول ماذا أعمل فيهم؟ قد نصحتهم مرة، هم يجلس مع أولاده وجاهدهم، وهم راح يعلم الناس اللي لسحت يده، اللي لسحت يده أبدأ يقوم عليهم ويستعين بالله، ثم بالهيئة عليهم، يستعين بالهيئة، الهيئة مش مجموعة إلا لهذا. خروج أحسن الله إليك، إذا كان الجماعة اللي معها سنة ما بأس، إذا كان خروجه لا يترتب عليه شر، إذا كان ما يضيع ما يجب عليه ما. أما هذا لا يخرج، يجاهد اللي عنده. أحسن الله إليك. أنا مجنون، أو علم الهيئة على عيالي أو الأمارة، قال أنا مجنون علم الهيئة على عيالي أو الأمارة، إلا هكذا إذا ما طاف يعلم، هذا من التعاون بالبر والتقوى، من التعاون. قال أخاف الله عليك. لا، ما في جنون، يقول لهم إني عجزت عنهم، عجزت عن أولادي، جاهدوا عاونوا معه، يقول رئيس الهيئة أو بعض أعضاء الهيئة، لعلهم إن شاء الله إذا جمع حقهم يتأدبون. سكوتي عن ذلك يا فندم هو الظاهر. إنكار المنكر، رجل في سيارة يمر على الناس يدخلون وينكر عليهم وهو ماشي، هل هذا جاهد؟ جزاه الله خير، جزاه الله خير، وترى ما يجوز، ترى محرم، يشد لهم، لا ينبه، ينبه، يوضح الأمر،
يقف عليهم إخواني ترى ما يجوز، ترى الدخان محرم، مثل ما يقول لهم الغيبة محرم، مثل ما يقول لهم الخمر محرم، يبين لهم هو وهو خاطف، لا بد يثبت يقف ويلاحظهم علمهم. السلام عليكم. والسلام عليكم. مساك الله بالخير. حياك الله. كل عام وانتم ان شاء الله بخير. وانتم كذا. احسن الله عملك. زوجتي عندي تصوم الخميس والاثنين وتسال الحين تقول هني اصوم قبل يدخل الشهر. هي تصوم الحين بعشره لان هذا عاد للعاده يصومها. احسنت. هذا قال لي ما العاده لا يصوم. احسنت. لا يصوم من الثلاثين ولا 29، لا يصوم من بعد نصف الشهر. يمناك يا شيخ. اما اللي لها عاده ما في باس، حياكم الله. اللي لها عاده يصوم يوم او يفطر يوم او الاثنين والخميس يصومه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الرجل كان يصوم صوم فليصوم. صلى الله عليه وسلم. يشمل ذلك يوم الشك حسنا. إن يوم الشك. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء قال بسم الله وقال بسم الله الرحمن كله طيب كله طيب. الله يجزاك خير. سبحان الله. بس يقول بسم الله في أوله وآخره أحسن الله إليك. لا يقول لا في أثناء.